حسين سأل سؤال يقول لدينا اختلاط واحتكاك مع البكرية ويستشكرون علينا دائما بأننا مشركون، واستشهد بقصة أمر الله عز وجل إبليس بالسجود لآدم فاستكبر وأبى أن يسجد، وذلك لاستشكاله على الله بأن هناك عدم حكمة من الله بأنه يسجد لهذا المخلوق وهو أفضل منه. فيقول هل البكرية يتعاملون معنا بمنطق إبليس بإشكالهم علينا بحب أهل البيت وتقديرهم وتقديسهم؟ فهل هو نفس منطق إبليس الذي استشكله على الله فهم يستشكلون علينا بحبنا لأهل البيت سلام الله عليهم؟ نعم، هم يتكلمون في منطق إبليس، وريت أقدر أطلع له الآن، ما متأكد أنه أقدر في هذه العجالة أن أطلع له كلام لأحد علمائهم يعتبر إبليس سيد الموحدين، لأنه الوحيد الذي رفض أن لا يسجد إلا لله. هذا موحد، يعني إبليس كان وهابي عدل، خوش وهابي كان، ما يقبل أبدا يخلي وسيط بينه وبين الله، ما يقبل، ما يخلي وسيلة بينه وبين الله تعالى. قال له الله عز وجل أسجد لآدم، ما قبل منه آدم، أنا أسجد لك إليك صحيح أنا موحد، أما أسجد لبشر لمخلوق مثلي ليش أسجد؟ ليش أسجد لبشر؟ فأكو قول لطيف لأحد علمائهم، هذا القول فيه أنه إبليس سيد الموحدين. نعم، القول ابن حجر العسقلاني يذكره في لسان الميزان الجزء الأول الصفحة 294 عن أبي الفتوح الغزالي الشافعي، زين، من علماء الشرافع أو الشافعية، يقول إن إبليس سيد الموحدين، من لم يتعلم التوحيد من إبليس فهو زنديق، لأنه أمر أن يسجد لغير سيده فأبى. تعلموا من إبليس، إمامكم إبليس.